أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية البدء في تعزيز إجراءات التوظيف الإلكترونية اعتباراً من يوم غد، بعد أن تم اجتياز الفترات التجريبية بنجاح، وذلك بإتاحة الفرصة الكاملة للباحثين عن عمل للدخول على النظام بكل يسر وسهولة، وتسجيل الحضور وحجز موعد ترشيح التوظيف للباحثين عن عمل عبر موقع الوزارة الإلكتروني. وأوضحت الوزارة أنه بإمكان الباحث عن عمل الدخول وتسجيل الحضور إلكترونياً وحجز المواعيد، إضافة إلى الاطلاع على فرص العمل المتوفرة بمعرض التوظيف الإلكتروني وترشيح نفسه للوظائف التي يرغب بها والتي تناسبه بحسب ما هو متوفر في بنك الشواغر لدى الوزارة. وأضافت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن استحقاق إعانة وتعويض التعطل تتطلب تسجيل الحضور الإلكتروني والاطلاع على فرص العمل المتوفرة بالموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها لمنع انتشار فيروس كورونا، والتي تأتي تنفيذاً لقرارات اللجنة التنفيذية أو التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد، وبما يحقق في الوقت نفسه كفاءة عالية لتسخير النظم الإلكترونية لخدمة المواطنين وتحقيق المزيد من العدالة والشفافية في نظم الترشيح والتوظيف المطبقة في الوزارة.